أنه كان تفاعلا مسؤولا وبناء، وهذا هو الأساس. أننا الحمد لله شفنا بأن موضوع المرأة المغربية وموضوع النهوض بحقوق المرأة المغربية كما قالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هو موضوع يعني ذو أولوية كبرى، ولا يمكن كما قال صاحب الجلالة لا يعقل أنه ولا يقبل أنه في مغرب اليوم أن تحرم المرأة من حقوقها. فهذا عليه إجماع. إذن هذا مهم بالنسبة بين الرجال والنساء وجميع المشارب، عليه إجماع. اليوم إذن بعد المقترحات البارح والنقاش المهم جدا والبناء اللي تكلمت عليه اللي كان البارح، اليوم اشتغلنا ما بين البارحة واليوم على صياغة التقرير التركيبي اشتغلوا عليه المقررين. فاليوم كانت يعني غادي نقدموه، لكن المحاور الأساسية اللي خرجت منه أنها خرجت الأسرة، يعني هي الأولى خرجت في الأهمية، الأسرة والتنشئة الاجتماعية وخاصة التنشئة داخل الأسرة على الحقوق ومنظومة القيم، ترسيخ القيم، لكن تكون فيها الانفتاح وتكون واحد الأسرة داعمة للمرأة. دونك غادي نتكلموا عليها، يعني الأسرة والتنشئة الاجتماعية ومنظومة القيم والتربية على الحقوق والواجبات داخل الأسرة. هذا محور. المحور الثاني اللي جاء هو التمكين بصفة عامة، وصراحة البارح كان تمكين سياسي جا مهم جدا، جا واحد المرتبة كبيرة في النقاش، يعني تمكين سياسي، تمكين اقتصادي، تمكين ثقافي والبيئي بجميع أشكال التمكين. فالتمكين والريادة وخاصة الآليات اللي غتمكننا، يعني القانونية والمؤسساتية اللي غتمكننا من هذا التمكين السياسي، التمكين بصفة عامة للمرأة المغربية. المحور الثالث اللي جا اللي هو محور متعلق بالحماية، الحماية الاجتماعية، والحمد لله بفضل ورش الملكي للحماية الاجتماعية، يعني المرأة المغربية، المرأة في العالم القروي، المرأة في العالم في الجبال، المرأة اللي في ظروف صعبة، كل الحمد لله دابا عندها الحماية الصحية، ولكن كاين الجوانب ديال البرامج الاجتماعية اللي خصنا نشتغلوا عليها في إطار برنامج الحماية الاجتماعية. ولكن جات نقطة مهمة هي الحماية المجتمعية. الحماية المجتمعية يعني كيف يجب أن نحمي المرأة في الفضاء العمومي، داخل الشغل، في داخل الأسرة، يعني خصنا يكون عندنا واحد البيئة تحمي المرأة وبيئة صديقة للمرأة. إذن بخلاصة هذو هما المحاور الأساسية. غادي تقدم تقرير دابا وشكرا لكم.